السلام عليكم. النهارده ميعادنا مع حلقه جديده، وهنتكلم النهارده عن الفلوس وكمال الاجسام، الفلوس والجيم. من الاخر كل الناس فاهمه ان بالفلوس هعمل احسن فورمه وهوصل وهوصل وهوصل، ومش هعمل حاجه غير بالفلوس بس. الموضوع يا جماعه مش فكره فلوس والله، الموضوع الحاجه اللي هي ناقصاك هي اللي انت بتدور عليها. يعني لو واحد معاه فلوس وناقصه صحه هيقول الصحه كل حاجه، انا ناقصني الصحه بس. لو واحد معاه صحه ومعهوش فلوس هيقول انا الفلوس كل حاجه، انا ناقصني فلوس بس. طب واحد معاه صحه ومعاه فلوس وما عندوش اراده هيقول لك الاراده كل حاجه، لانه ناقص الاراده بس. تمام، يعني ايه الحل في الموضوع ده؟ طيب دلوقتي واحد، يعني اغلبنا انا شايف ان مشكلته الفلوس، فدي حاجه حلوه. لو مشكلتك الفلوس انت ممكن تشتغل وربنا يكرمك وتقدر تجيب الفلوس، بس لو انت ناقصك صحه ما افتكرش انك كنت هتعرف تعمل حاجه. يبقى هنا اللي احنا عايزين نتكلم فيه ان الفلوس سهله. انا هحكي لكم موقف شخصي حصل معايا. اول ما بدات في اللعبه كان داخلي في اليوم مثلا على اللعبه حاطط له ميزانيه، ولنفرض كان 20 جنيه بالظبط. كانت ال 20 جنيه بتيجي من شغلي. بعد فتره بدات اللعبه تصرف اكتر، كان داخلي مثلا عشان اللعبه 40 جنيه في اليوم للعبه. بدات اشتغل اكتر فبدات اجيب ال 40 جنيه للعبه. بعد كده كان عايز 50، كنت اشتغل عشان اجيب ال 50، وكانت ال 50 بتيجي. ربنا بيكرم، انت عليك تعمل بالاسباب وربنا بيكرمك في النهايه. لحد ما بدا ان اليوم كان بيوصل ل 500 جنيه، اقسم بالله اليوم كان بيوصل ل 500 جنيه، وكنت برضو بتشتغل وبتسعى، ربنا كان بيكرمك، كنت تقدر تحقق التارجت بتاعك ده. فكل الفكره لو انت مشكلتك الفلوس سهله، انت ممكن تشتغل، ممكن يعني ممكن تتعب شويه عشان حلمك، عشان اللي انت عايز توصل له. مش تقول انا مشكلتي الفلوس خلاص انا هقعد في البيت مش هعرف اعمل حاجه. طب يا عم انت لو مشكلتك الفلوس تبقى الموضوع سهل والله. يا عم اشتغل. انت دلوقتي لو انت عايز تروح تعمل كورس، تاخد كورس في اي حاجه مثلا، هتروح تشتغل عشان تاخد الكورس. عايز تعمل اي حاجه هتروح برضه تشتغل شغله واتنين عشان تتجوز مثلا. طب ما انت حلمك مثلا انك تبقى بطل او تروح تدخل بطولات او 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 او، طب ما انت حلمك ده يستاهل انك تشتغل شغلتين وثلاثه عشانه. تقول لي مثلا ده انا هصرف فلوسي على الاكل وعلى مش عارف مكملات. طيب ما هي هي بالظبط، هي بص زي ايه، هي هي بالظبط. لو انت عايز تتجوز هي فيها ريسك، فيها شويه مخاطره شويه. انا معاك انك انت عايز تتجوز اشتغل شغلتين وثلاثه عشان تتجوز، بس ده يفرق. ولو انت عايز توصل تبقى بطل وكده تشتغل شغلتين وثلاثه عشان تبقى بطل، عشان تقدر تجيب فلوس، عشان تقدر تصرف على اللعب. طيب هي فيها سنه مجازفه حسب حلمك. لو انت حلمك يستاهل، او انت شايف ان انت ممكن توصل وما تتعبش كل تعب ده على الفاضي وحاسس انك هتكمل للنهايه، يبقى ماشي اتعب عشان حلمك، يبقى هو يستاهل. لو انت حاسس ان هو ما يستاهلش خلاص يبقى ما تتعبش من الاول، عشان ما تمشيش في طريق نهايته ايه، مسدود. بس نصيحتي ليك ما تحطش الفلوس اهم حاجه، خليك دايما ارادتك موجوده وربنا كرمك بالصحه. حاول تسعى. النهارده جبت 10 جنيه عشان تجيب مثلا صدر فراخ مثلا عشان في 25 جرام بروتين عشان اللعبه. بكره ربنا هيكرمك وهتشتغل وهتوصل لمستوى اعلى. كل الناس اللي شايفها كلها كانت من اسر متوسطه ويمكن تحت المتوسطه، بيج رامي نفسه اللي انت شايفه واخد تاني مستر اولمبيا، كل الناس دي كلها كانت من اسر فقيره كمان، ربنا كرمها. بس بتتعب، يعني اللي هو انت بتشتغل على نفسك لفتره كبيره. يعني مثلا هتحط لنفسك برنامج دلوقتي، وانت شايف الفيديو وبتتابعنا، هتحط لنفسك برنامج وهتمشي عليه. تقول مثلا انا بعد سنه هوصل لكذا، سنتين هوصل لكذا، ثلاث سنين هوصل لكذا، بحيث انك انت تشوف التارجت بتاعك وصل لايه، وتقدر تتابع نفسك وتشوف انت توصل لايه. تبقى انت عين نفسك كده، شايف نفسك بتعمل ايه، ما تشتغلش عشوائي خالص. بس ده اللي كل عايز اوصله لكم، انك انت تتعب عشان حلمك، وربنا يكرمنا جميعا ونوصل لكل اهدافنا ان شاء الله. اشوفكم في حلقه قريب. وعايز بس اقول حاجه اخيره في الاخر. لو انت بتتفرج على اليوتيوب دلوقتي بعد اذنك اعمل سبسكرايب، ولو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب، ولو انت على الفيسبوك اعمل لايك وشير. يلا سلام عليكم.